تا هذا وقع فيه النبشة. اه نفس الشيء. هذا فوقاش وقعت فيه هذا؟ هذا اللي تحفر هو الاول. هذا فوقاش كان تحفر؟ هذا تحفر العام اللي فات. تحفر سي خالد؟ تحفر العام اللي فات بحال بحال الساعة هذه. بحال الساعة هذه تحفر. الاول. قبل كورونا الاول. شهر يناير. العام الاول. المهم دابا شي عام ولا شي حاجة. صاري ما تعرض هذا الكورونا. عام وشهرين يعني من العام للعام كيجيو من العام للعام. نعم. كل عام كيجيو كينهشوا قبار. كيجيو في نفس الجو كيجيو في نفس الجو في نفس يعني في نفس الوقت. دابا انا مين نمشيو دابا هادو مين نمشيو هنايا وصلوا حتى القبر ولا القبر وصلوا له؟ وصلوا حتى القبر كيقولوا جبروا شي صندوق تماك. صندوق جديد خرجوا شي صندوق من تماك. نعم عقلت تما الصندوق. والله اعلم هادشي لا لا الناس اللي ديال هادي قال لك جبروا الصندوق هنايا صحيح ماشي جبروا الصندوق قال لك. نعم عندي انا عندي معلومات من الوالدين ديالي. نعم هذا مات صبي صغير. نعم لا عنده بزاف عنده 8 سنين 10 سنين. نعم واللي مات كان ما كانش الدار حدا كاع هذا مات بقى باباه. نعم داس واحد 5 سنين ولا 10 سنين عاد توفى باباه. نعم ودفنوا هنايا في الغرسه ديالو كانت هذه الغرسه ديال سيدي محمد بن علي. نعم دفنوا هنا مي دفنوا هنا جاو ديك الساعات هو حفر صندوق وقف ولده فوق منه الصندوق وكان فقير. نعم علامة العلماء اللي كتعرف. نعم وكان يصلي في عباد الله يعني ما كانش عنده الفلوس كما نقولوا هنا الذهب وديك. نعم ما كانش هنا ذهب هو هنا. نعم كان فرعون هو ولا. نعم كامل اولياء الله الصالحين وصافي. نعم وهذا من توقع له باش انه حفروه وخربقوا في هذا القبر هذا ونمشوا فيه ديك الوقت هذاك واش كانت جات السلطه ودار شي اجراءات ولا والو؟ ما كانت ما دار والو صراحه هي هذه قلنا باش نطمروه الله يجعل بركه الله يخليه وبقى هيدا اليوم اليوم حتى لا ولكن كملوا واحده اخرى ودار واحد لا هذا يعني ما بقاتش هذا كنت عيطوا مقدام ولا وش الاجراءات الاجراءات يعني كما نقولوا ما جاوش كاع حفروه هنا وحفروه في الشر واحد لا لا هناك في الجوامع خلوا يحفروا ديال هذيك المسائل غيلانين ديال غيلانين عاوت ديال غيلانين انت ديال غيلانين جماعه جماعه ندحلوا على جميع الاضرحه. نعم جميع الاضرحه دخلوا فيها. نعم حنا دابا على نقول لك على الكنوز وي وي عندنا الشك عندهم يد مع هذا اللي هنايا عندنا الشك عندهم يد مع هذا السيد هذا خالد. نعم دابا خالد خاصكم اما تسمعوا له ولا هذاك ضروري خصو يتسنطق خصو شي واحد ضروري خصو يعني السلطه والسلطه المحليه تجي يعني تنطقوا تهضر معاه تستدعوا ضروري. نعم غير السيف دابا غير هذا يعني كما قلت هذا الاولاني يعني ما وقعت هذا المشكل هذا يعني كسلطه وجه القايد وجه وجه درميه هنا شافوا هذا الشيء هذا ولا ما جاوش؟ جاو جا الدرميه وجاو داروا المسائل القانونيه ديالو وحملوا فتش وشفنا ما شفنا حتى واحد شي واقع الاخبار لا اثر ما عرفناش واش كيبحثوا ولا ما كيبحثوش الله اعلم. هو داروا الاجراءات ديالهم اللي كيدير القانون. اه فهمتي وهذه راه جنحه هذه راه جنحه ديال ناس المقابر المسلمه راه جنحه كان مبني هو الشير ديالو باقي حرمه الميت حرمه القبر خصو هو اليهودي خصك توقروا. نعم اليهودي خصك توقروا بدا ان قبر المسلم كنتمنى السلطه دير الالتزامات ديالها ودير القانون ديالها ودير الابحاث الخارقه اكثر من الجهد ديال التحريات ديالها. نعم نعم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هادشي هذا كيألم كيألم اللي فهمتي كيألمنا والله العظيم خصوصا ملي كتشوف انا الجدود ديال الاجداد ديالكم يعني كيوقع هادشي الاجداد ديالنا وكيقص العروق ديالنا دابا خصوصا كيحاربوا هاد الناس الشعواده هادو كان هادو الناس الشعواده هما اللي كيعملوا هادشي هذا. نعم خصوصا دابا يعني السلطه راه كتحارب هاد الناس الشعواده وخصهم ضروري يوقفوا هاد يعني هاد الشعواديين هادو وعاد كيمشيو على ماضون عثمان عارفين هنا هاد الربعه هذا اللي كيسيدوا هاد المافيات اللي كيمشيو حتى الدراري الصغار كيخطفوهم ديك الزهريين. طبعا طبعا دابا راه كيعملوا يعني السلطات كاملين عاملين ريشورش عليهم والله غالب يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لك أنا نعمل وأنا نعمل وأنا نعمل يعني خصك تعطيه ولا خصك فهمتيني تجيب حقك وتعطيه. نعم باش يعطيوك حقك. نعم فهمتيني الأطفال الصغار من أجل الأغراض وخصوصا العرايش عندنا راه أصلا مؤخرا واحد الاختطاف كاين على العرايش واحد الدري صغير مختطفين. يعني سبحان الله العظيم اللهم يعني هذا منكر اللهم هذا منكر هذا ما يقول الانسان الابرياء ما خصهمش يستغلوا الاغراض ديال الشعواده. وشي رساله شي رساله اللي توجهها انت للسلطه ثاني كما نقولوا يعني
رسالة الملك، حيت هذه راك انك شرفاء غيلانيين انهم تا هما عندهم كما قلتوا كاين واحد الظاهر شريف ملكي عندكم، شي رساله اللي توجهوا يعني محمد السادس نصر الله. وكنطلب من جلاله الملك يدير المجهود ديالو، يدير واحد النظره في هذه الامور. هذه راه حساسه بزاف، راه شنو نقول لك، راه قاصنا في العروق ديالنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكنطلب من السلطه المحليه يديروا الجهد ديالهم، هو كيديروا الجهد ديالهم وخصنا يديروا اكثر من الجهد ديالهم. الله يجازيهم بخير، وجاو هنايا وداروا الاجراءات ديالهم اللازمه، وخصنا كنتمنى يديروا اكثر من الجهد ديالهم. هذا الشيء هذا راه ظاهره كتخوف هذا العصر، هذا راه شي 200 عام ومحفور ولا اكثر، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا العصر 2020 2021 بقى كيبانوا هاد الظواهر، هذا الشيء كيخوف. خوفنا ماشي في القبوره، خوفنا حتى على ولادنا. نعم، حنا ما نعرفوش انا ولدي زهري ولا ولدك زهري ولا ولد السلطه زهري، ولا يقدر يختطفوا لك ويدير المسائل ديالو، يقدر يذبحوا، يقدر يدير شي حاجه باش يخرج الكنوزه. وراه ما كايناش الكنوزه، راه ما كايناش الكنوزه، هذه اوهام، هذه اوهام كيخطوا الجنون وكيديروا هذيك الشعواده، وكي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء هذا كنطلب من السلطه المحليه، وكنطلب من الدرك الملكي يشوفوا بالعين الاعتبار، والله ينصر سيدنا. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الله راش انفو، كنا معكم من ماتشار بن كيسان. كانوا الشماع الفلوس، راه الجير باقي كان هنا هيدا القبر مبني على حقه وطريقه، راه الجير باقي هنايا، نعم نعم. ديك البليصه فين كيتحط الماء تما، فين كيحطوا ديك قريعه ديال الماء. راه ديال ولي الله الصالح. نعم. كيسيبوا هنا، كانوا كيجلسوا هنا، باش كيطهروا العول صغارين، كان كيجلسوا ختان هنا وختان هنا. كانوا كيطهروا العول صغارين، يعني كانت هنايا كتوقع المواسم، كانوا كيوقعوا هنايا بزاف ديال يعني المفاجآت هنايا في نعم المواسم. ايوا شكرا الشرفة الغريني للاستضافة. كانت معكم لاراش اونفو بأي المكان بمتشر بن كيسان، زاوية الغيلانية، جماعة الساحل، إقليم العرائش.